قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أساس الجهاد الدعوة الحكيمة، أو بتعبير آخر الإسلام والإيمان انتشر في الأرض بفضل الدعوة لا بالسيف. يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الإسلام أيها الإخوة هو دين الفطرة، يدعو الناس إلى ما تميل إليه، إلى ما خلقت عليه وجبلت عليه فطرهم السليمة. فالإنسان فطر وخلق على أن يكون حرا لا يخضع لغيره، ولكن لا بد من تنظيم هذه العلاقات بين الناس. فمن الذي ينظمها؟ الكفار يتجهون في ذلك إلى أهوائهم وأنفسهم، والعبودية لغير الله، العبودية للأهواء والشهوات، أو العبودية للبشر، أو تقديس مقدس من المقدسات من ورائه، يخضعون إلى أهوائهم وشهواتهم. أما المؤمنون فقد اختاروا طاعة الله، وأمرهم الله أن يدعو الناس إلى حب الله وإلى طاعة الله والتحرر من عبودية للمخلوق. فما هي الطريق والسبيل التي يدعون بها الناس إلى الله؟ في العصر الحاضر أيها الإخوة، في مجتمعنا الآن، ظن بعض الناس أنهم عندما حصلوا السلطة أو شيئا من السلطة، أو كان بيدهم سلاح، فهم يستطيعون أن يجبروا الناس على أن يطيعوا الله، ولا ينتبهون إلى هذا المجتمع الذي يعيشون فيه، وقد أخرجه أعداء الله عن منهج الله وأبعدوه عنه قليلا أو كثيرا. نسي بعض الناس أن مهمتهم أن يعيدوا الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ففهموا كلمة الجهاد أن يقاتلوا. لا، ليس الجهاد هو القتال، إنما الجهاد الدعوة. نستطيع أن نتوجه من الدعوة إلى القتال عندما تكمم أفواهنا ونمنع من حريتنا، فنقاتل لتحرير أنفسنا ثم ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لم يقل قاتل الناس، لا، لم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الناس، ولا يمكن لمؤمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال الله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالإسلام لم ينتشر بالسيف، مبادئ الإسلام وقواعد الإسلام لم تنتشر بالقوة ولا بالإكراه. أنا أقول لكم ما الذي ينتشر بالإكراه: دين الباطل، الدين الفاسد، الدين المحرف. عندما يحرف بعض الناس الدين ويزعمون أن جبريل أخطأ، خالد الأمين، أن ربه أرسله لينزل الرسالة على علي فأرسلها على محمد، هل هذا كلام يعقل؟ يخطئ الإنسان بين اثنين متقاربين بالسن متشابهين،
أما ملك من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخطئ فينزل بالرسالة على محمد بدل علي، علي عمره 10 سنين ومحمد عمره 40 سنة، هل يمكن أن يحصل هذا من ملك؟ ثم إذا حصل هذا من ملك، أين رب هذا الملك عندما يقول له أنا أرسلتك إلى فلان ذهبت إلى فلان؟ لو أرسلت أحد بهدية أو بغرض إلى فلان فلان الفلاني فأخطأ فأعطاه إلى علان، أما تقول له صحح فيذهب يا أخي والله أعتذر، هذا أرسله إلى علان وليس إلى لحضرتك، إذا بتسمح أعطيني إياه لأوصل لصاحبه. ما هذا الهراء؟ فهذا الدين الباطل لا يمكن أن يدخل في قلوب الناس إلا بالإكراه. ولذلك نشاهد بعض الفاسدين من هذا الصنف من هذه الفرق التي مرقتنا الإسلام، نشاهدهم وكشفوا أنفسهم بقتل المسلمين من أهل السنة زعما منهم أنهم يريدون أن يقرروا مبادئهم، فكشفوا أنفسهم وكشفوا عوارهم فانكشفت حقيقتهم لأهل السنة في الأرض جميعا. وكنا نظن خطأ أو نتوسم خطأ فيهم الخير، فهذه الابتلاءات كشفت أو أوضاعهم وكشفت أمورهم. ولو كان دينهم حق ومنهجهم صحيح يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة فيستمع إليه الناس، ولكن ماذا يقول لهم؟ جبريل خربط وربه ما عرف صحيح والدنيا ماشي هكذا، من يقبل هذا الكلام؟ وغيره من باب أولى من الأديان الفاسدة الماجنة التي يناقض بعضها بعضا. أما دين الحق دين الإسلام منهج الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بلغه للناس ونقله صحابته الكرام، انتبهوا أيها الإخوة، انتقل إلينا شرع الله وكتاب الله منفورا تاما غير منقوص بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. فإذا كفرنا الصحابة معناها كل ديننا باطل. انتبهوا إلى من يكفر الصحابة وعودوا إلى رشدكم وعودوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد ترك فينا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرين ما إن تركناهما نضل، كتاب الله وسنته. ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أوامر ربه عليه سبحانه وتعالى لنبيه ولمن اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريق ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالدين المستقيم بوضع الشيء بوضعه بالإقناع العقلي، والموعظة الحسنة انصحهم نصحا حسنا بين لهم كل خير ونبههم على كل شر حتى يتجنبوه فيسعدوا في الدنيا والآخرة. إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم بالتي هي أحسن، الجدال ليس الجدال مأخوذ من الجدل وهو فتل الحبل، فكأن كل واحد من المتجادلين أو المتخاصمين يجادل صاحبه عن فكره ليخرجه إلى فكر الآخر. فربنا قد نهانا عن الخصام وعن الجدل الذي لا فائل تحته، إنما قال وجادلهم بالتي أحسن، أي بين لهم الحق بأسلوب حكيم واتركهم عند ذلك يفكروا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولذلك كانت خاتمة الآية بقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله خلق لكل إنسان عقلا، وهذا العقل ينبغي أن يختار بين الخير والشر، ومع ذلك أرسل الله للبشر رسلا لينبهوا هذا العقل ويذكروه ويدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الله. فربك هو يعلم من يستطيع بعقله وقلبه أن يتجاوب مع الخير وأن يختار الخير ويختار الاختيار الصحيح، ويعلم من يضل عن سبيله ويتيه من أجل أن هدفه ليس اتباع العقل إنما تحصيل مصالح دنيوية، وينسى أن هذه الدنيا كلها فانية، فلا ينبغي له أن يتسلط على غيره ولا ينبغي له أن يترك سلطان الله فيطيع سلطان غير الله تبارك وتعالى.
فإذن ديننا دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا يحتاج الأمر فيها إلى إكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرجل من الغي. أما أديان الباطل فهي التي تحتاج إلى الإكراه، تكره الناس حتى يخضعوا لها، كما نرى في العصر الحاضر من مثلا حكامنا الذين نهجوا غير نهج الإسلام وكانوا عملاء لأعداء الإسلام من أذناب اليهود أو من اليهود. هؤلاء يجبرون الناس ويكرهونهم على طاعتهم. لماذا؟ بالسلاح، يضربوا يقصفون لنا بالطائرات بالصواريخ بكذا. لماذا؟ حتى نطيعهم؟ لا أخي، لا نطيع إلا الله، والحياة والموت بيد الله، وما بيننا وبينهم حكم الله وأمر الله وقدر الله. فالله تبارك وتعالى حكم بأن الله سينصر من ينصر دينه، فلنرجع إلى الله ولندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولنجاهد هؤلاء بالكلمة، فإن لم يفلح معهم الكلمة أو منعونا عند ذلك نحمل السلاح، كما حصل مثلا معنا في سوريا. تظاهر الناس وتكلموا وبيّنوا أنهم يريدون كذا ويريدون كذا، فلما قاوموهم بالسلاح وقتلوا منهم الكثير حمل السلاح يجاهدون في سبيل الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الحق وأهل الحق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخذي أهل الباطل وأهل الظلم والطغيان، لأنهم انكشفوا عند أهل العقل وتبين بهذه المحنة المنافقون الذين يتبعون الباطل من أجل مصالحهم لا من أجل مصلحة المجتمع، بل يخربون المجتمع، وقد خربوه فعلا ماديا ومعنويا. والله تبارك وتعالى يعيننا على إعادة بنائه وعلى التحرر من الطاغوت والطغيان، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.